دون شك أنقرة مساند ومساعد كبير للدبيبة، ولكن في رأيي الخاص أنقرة لا تستطيع اتخاذ قرارها منفردة، لابد من العودة للندن، لابد من العودة للإم آي 6، لابد من العودة للإدارة البريطانية حتى تتحرك. من أعطى الضوء الأخضر لتركيا للتدخل في ليبيا؟ لا ننسى مؤتمر برلين الثاني، هو الذي كان غطاء للتدخل التركي، كانت البواخر تمخر عباب المتوسط لطرابلس، كان الطيران لطرابلس تحت سمع وبصر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمجتمع الدولي وقرارات برلين الذي يمنع تزويد أي طرف بالسلاح وما إليه. فالمسألة محسومة، المسألة لا زال المجتمع الدولي يرى بأن ليبيا ليست مؤهلة أن تحل مشاكلها. ولا ننسى تصريح البنتاغون عندما قال بأن ليبيا هذا السنة الماضية بعد فشل الانتخابات في 24/12/2021 صرحوا بأن ليبيا تحتاج إلى 10 سنوات أخرى. أنت تساءلت أستاذ حسام ولم يجيبك أحد عن ذلك، ولكن البنتاغون صرح بأن ليبيا تحتاج إلى 10 سنوات أخرى حتى تبدأ خطواتها الأولى لإقامة دولة مدنية. ماذا يعني ذلك؟ هل سيحكم علينا بعشرية سوداء أخرى نعيشها تحت سنابك الميليشيات وتحت سنابك؟ هل انقلاب طرابلس اليوم، لهذا بنسلك ضروري الآن، نعم، هل انقلاب طرابلس اليوم هو بداية النهاية؟ يعني المشري لما يقول موقفنا من الحكومة سيكون واضحا، ما قالش كان، قال سيكون واضحا، وهي حكومة ميليشيوية تريد السيطرة وفرض رأيها بالقوة. مرات إذا أن تأتي متأخر خير ولا تأتي، لكن برضو المشري متقلب في تصريحاته في مواقفه، ويعني يذهب بها جيئة وذهابا حسب مصالحه. لكن أنا أتصور أنه لم يتخيل أن يصل الأمر إلى انقلاب عسكري كالذي حدث اليوم. هل هي بداية النهاية وسنشهد تغيير حقيقي، أم أن بداية نهاية لوضع سيء قد يصل لا سمح الله إلى رفع سقف الصدام والتصادم مع من يسيطر على طرابلس، وأنه أقصد حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها؟ حسب رأيك مهم نساعد الناس في تصور المشهد القادم كيف ممكن يكون؟ المشري لا يملك على الأرض قوة كي يصارع دبيبة، ولا يملك المال بشكل كبير كي يصارع دبيبة. المال الذي يأتيه عن طريق الكبير وعن طريق الحكومة، وبالتالي هو رهين اقتصاديا وماليا لحكومة دبيبة بشكل أو آخر، وبالتالي لا يستطيع أن يمول ميليشيات ولا يستطيع أن يستنجد بأحد لفرض القانون أو فرض أو دحر هذا الانقلاب. الانقلابات ليس العسكريين من يقوم بها فقط، الانقلابات يقوم بها المدنيين ربما أكثر من العسكريين. السيطرة أو يعني معنى الدكتاتورية ليست عسكرية كما يحاول البعض أن يصورها، وأن يصور بشير خليفة حفتر بأنه دكتاتور ويريد الحكم، عودة الحكم العسكري. هتلر وموسوليني جاءوا على أرضية الدولة المدنية والانتخابات، في إيران على الدولة الثيوقراطية والدولة الدينية، تأتي بجلباب ديني كي تتحكم في الشعوب. محاولة الإخوان السيطرة علينا هي من خلال الجماعات الليبية المقاتلة وأنصار الشريعة وبقايا القاعدة وثم داعش هنا في بنغازي وفي درنة وفي الجفرة وفي سبأ، وفي سر جاءوا بالخطاب الديني، يعتقدوا أن الليبيين سيقبلون هذا الخطاب لحكمهم حكما ثيوقراطيا، وبالتالي دبيبة ربما تراءى له، وربما بعض الاتصالات التي قد أعطته نوعا من الضوء الأخضر للسيطرة على مجلس الدولة، خوفا من أن ينهج باتجاه تفاهمات مع مجلس النواب.